إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن رجلاً قال: بينما أنا أصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل في القوم، يعني وهم يصلون عطس رجل من المصلين، فقلت له في الصلاة وهو يصلي، فقلت له: يرحمك الله. فأخذ الصحابة ينظرون إليه لأنه يتكلم في الصلاة حتى يسكت، أخذ ينظرون إليه لكنه لم يسكت. فقال له: ما لكم تنظرون إلي في الصلاة؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم، يعني يشيرون إليه حتى يسكت، فسكت. فعندما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن هذا الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ممكن ينظر إليه هكذا أو يضربه أو يعنفه بالكلام، لكن هذا لم يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال لي: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هو التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. كان هذا الرجل مذنبا، أخطأ، تكلم في الصلاة عمدا، وعندما رأى هذا الأدب هذا الخلق من النبي عليه الصلاة والسلام انقلب الآن من إنسان يتكلم في الصلاة إلى طالب علم. فقال: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية، في جهل، في ضلال. وأتانا الله بهذا الإسلام، يعني أتانا الله بهذا النور،
أتانا الله سبحانه وتعالى بالقرآن بالسنة بالهداية. وإن منا أقواما يأتون الكهان، يعني منهم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين ومن يدعي علم الغيب. قال فلا تأتوهم، المسلم لا يمكن يأتي هؤلاء. لا، لكن في الزمن الحاضر اتيان هؤلاء تغير، أصبح الآن من يفتح المواقع ويدخل على مواقع السحر والكهانة وادعاء الغيب والتنجيم، هذا كله من اتيان الكهان. ممكن تأتي الكاهن عن طريق الدخول إلى هذه المواقع. قال إن منا أقواما يتطيرون، يعني يتشاءم، لا يتوقع الخير، يتوقع الشر. عندما يسافر يخرج في السفر مثلا، لو رأى كلب أسود أو بومة أو سمع صوت أكرمكم الله حمار مثلا، يرجع ولا يسافر. قال فلا يصدنكم، يعني لا ترجع لرؤية أو سماع هذه الأشياء، لا يمكن أن ترجع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، ثم قال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن لي جارية ترعى غنما لي في أحد. وأضاعت شاة لي، أضاعت شاة لي، وأنا بشر أغضب كما أغضب البشر، فلطمته على وجهها، ضرب الجارية. وعلي عتق رقبة، أفأعتقها؟ هل أعتقها لوجه الله؟ قال لا، ائتني بها. فجاء بالجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
قال يا جارية أين الله؟ نبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ الله هنا. قالت في السماء. أنت وأنت تدعو تقول يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فاشهد، يشير بإصبعه. وعندما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى، أنزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب وأثبت لله سبحانه وتعالى العلو. ثم قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. لماذا شهد لها بالإيمان؟ عرفت ربها وأثبتت له الأسماء والصفات. وآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر للمسلمين في هذه البلاد، اللهم اهدي قادة هذه البلاد وشعبها، وهيئ لهم الناصح الصادق ويسر لهم طريق الهداية. اللهم اهدهم، اللهم اهدهم، اللهم اهدهم واهد بهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
وإياك أستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.